بسم الله الرحمن الرحيم. لطيفة البوحمادي رئيسة فرع المحمدية لجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض. اليوم حنا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، بهذه المناسبة هذه تم تدشين معرض تفاعلي للماء مع بشراكة طبعا من طرف جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، وبشراكة مع مؤسسة لذاك للرعاية، وبشراكة طبعا كذلك مع أكاديمية. السلام عليكم ورحمة الله. الهدف هو مول الهدف. لا الكلمة شنو نقول لكم؟ نقول لكم بأننا مسرور جدا لحضوري اليوم هناك في هذا اللقاء، لأنه هو مهم جدا اللي كيتحطط واحد نقول موضوع اللي هو عنده واحد الأهمية قصوى بما يخص المغرب الآن ومستقبليا. وطبيعة الحال موضوع الماء هو موضوع اللي كيفرض راسه فيما يخص المستقبل، وكان هذه الزيارة اللي قمت هذا المعرض كيبين بأن عندنا نقول جمعيات من جهة، وكاين شراكات كذلك اللي هي فعالة، واللي حقيقة هذا الشيء اللي شفتو كيشرف بكثير. وكنتمنى بأن هذه التجربة غادي وهذا المعرض غادي يتوسع، ويمكننا يمكن يكون في جميع ديال الأقاليم والأكاديميات إن شاء الله.